الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته خلق الإنسان خلقة متفردة، فالإنسان قبضة من طين ونفخة من روح. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقبضة من طين جسدا، ونفخة من روح روحا، ولكل غذاؤه ودواؤه بلا اختلاط ومن غير ما تشويش. فجعل الله جلت قدرته للجسد غذاءه الذي لا يصلح إلا به ولا يقوم إلا عليه، وجعل الله رب العالمين للروح غذاء لا تقوم إلا به ولا تصلح إلا عليه. فجعل الله بحكمته للجسد البقول والثمار واللحوم والفواكه وما أشبه، فمهما خرج الإنسان عن قانون الجسد بغذائه فحاول أن يقيم الجسد على التراب والرمل والريش والحطب أهلكه وأفسده. فلا يصلح الجسد إلا بالغذاء الذي جعله الله رب العالمين له، لا يقوم إلا به ولا يصلح إلا عليه. وجعل الله للروح غذاء لا تقوم إلا به ولا تصلح إلا عليه، ومهما حاول الإنسان أن يغذي الروح وأن يقيتها بغير ما جعله الله لها غذاء وقوتا أفسدها وأهلكها. فجعل الله تبارك وتعالى للروح غذاء هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمهما ذهب المرء
يغذي روحه ويتعاهد نفسه بغير ما جعل الله رب العالمين لروحه ونفسه غذاء من مناهج مخترعة وفلسفات مصطنعة وأفكار لا تقوم على أصل من هدي السماء ووحي الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مهما حاول المرء أن يقيم روحه ونفسه على ذلك يحاول أن تكون عائشة به مستمرة في الحياة حية عليه، مهما حاول ذلك لم تجده المحاولة نفعا ولم يستطع إلى الحياة الحقيقية سبيلا. ومن حكمة الله رب العالمين أنه جعل التوازن بين الروح والجسد قائما مبهرا ومذهلا لأصحاب العقول حتى تقر الفطرة السليمة أن ذلك لا يكون إلا من عند من خلق الإنسان وفطره وسواه وبرأه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والغذاء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه مضبوط النسبة بغير اختلاف، ومهما حاول المرء أن يخلط في الغذاء وإن كان أصله مشروعا فخلط بعضه ببعض وجعل بعضه متراكما على بعض من غير ما ضبط للنسبة على قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتحصل على فائدة ولم يعد بعائدة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البراء عندما أمر البراء بن عازب رضوان الله عليه إذا ما أخذ مضجعه أن ينام على شقه الأيمن وأن يتوجه إلى ربه جلت قدرته بقوله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. كذا عادها البراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسميعا وحفظا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأنه ما هكذا قالها بدءا، قال: وبنبيك الذي أرسلت. عندما أراد البراء أن يجعل مكان نبيك الذي أرسلت رسولك الذي أرسلت، رده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما كان قال أول مرة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال البراء تسميعا وسردا حفظا يسمع على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذكر الذي علمه إياه من أجل أن يثبت محفوظه ومن أجل أن يستقر نقشا على صفحة قلبه، فقال مبدلا: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحقيقة الحال في الأمرين أن ما قال البراء كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة، فنبيه الذي أرسل هو رسوله الذي أرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك عديت البصر ونحيته
عما هنالك من شأن البلاغة العالية في قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنبيك الذي أرسلت، لأنه كان نبيا قبل أن يصير رسولا، فقد نبئ بطرة وأرسل بيا أيها المدثر. فقد نبئ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصار نبيا، ثم جاءت الرسالة فصدع بأمر الله رب العالمين تبليغا فصار رسولا. ولو أنه قال وبرسولك الذي أرسلت لكان الأمر مبنيا على التكرار، لو أنك نحيت النظر جانبا عن أمر البلاغة العالية الكائنة في النص هاهنا لوجدت الحقيقة سافرة على نوع من أنواع التطابق، ومع ذلك لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النص تغييرا ولا تبديلا ولا تحويرا، وإن كانت الحقيقة على ما هي. فهذا دليل قائم قوي واضح على أن النسب الإلهية النبوية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضبط أمر الحياة الروحية أمر لا ينبغي أن يتعداه مسلم عاقل بحال. والمريض إذا ما ذهب إلى الطبيب من أجل حفظ الصحة أو طلب الشفاء في الحالين فإنه يصدع بأمره ويمتثل قوله ولا يخرج عما يأمره به إلا لخلل في اعتقاده فيه أي في طبيبه أو خلل في ذاته هو. وأما إذا كان معتقدا في صحة علم معالجه وكان صحيح العقل فإن ذلك يقضي بأن يكون لإرشادات معالجه مطيعا ولأمره ممتثلا. ولأن نسب الدواء متى ما سارت في الدماء فكانت على نحو أعلى مما يحتاجه الجسد علاجا ودواء أضرت ولم تنفع، ومهما كانت أقل مما ينبغي أن تكون إصابة لعين الشفاء في صلب الداء لم تجد نفعا ولم تنفع. وإذا فهنالك نسبة بعينها ينبغي أن يتحصل المريض عليها من أجل أن يسير قدما إلى الشفاء بأمر الله رب العالمين، وهو مسلم في الوصف لمعالجه لا يخرج عن قوله ولا يحيد عن أمره، والمعالج الأكبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبط النسبة في كل أمر، فمهما خرجت عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفا للدواء وتركيبا له لم يصب عين الداء في قلبك ولا جسدك فلم تتحصل على شيء. والذي يغالي في الأقد للأمر فوق ما هو موصوف ربما أضعف الجسد حتى لا يقوى على حمل الروح، إذ الجسد هو الفرس وإذ الروح فارسه، فمهما لم يقوى الفرس على حمل الفارس كل ومل ولم يبلغ الغاية وانقطع دون الوصول إليها، ومهما قوي الفرس وضعف الفارس لم يستطع للفرس فتحا ولم يستطع له تملك زمام، وسار الفرس على هواه من غير إرادة مسيطرة ولا قوة حاكمة شاكمة. وإنما النسبة القائمة بين القوتين كالنسبة القائمة بين الجسد والروح، عندما يضبط ذلك من أرسله الله رب العالمين نبيا وجعله الله رب العالمين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومن الدلائل القوية والبراهين القاطعة التي لا تقبل النقض ولا يمكن أن يحيط بها الشك، من الدلائل والبراهين الثابتة القاطعة المانعة الجامعة أن هذا الدين من عند الله رب العالمين، ما تجده في دين الإسلام من إحاطة تعاليمه بكل حالات الجسد والروح على سواء. فلله رب العالمين على المرء عبودية في حال الصحة وفي حال المرض، ولله رب العالمين على المرء عبودية في حال الغنى وفي حال الفقر، ولله رب العالمين على المرء عبودية في حال الحزن وفي حال السرور، ولله رب العالمين على المرء عبودية في حال الحل وفي حال الطرحان، لله رب العالمين على المرء عبودية في كل حال، ولا يضبط ذلك ولا يحيط به إلا الذي خلق الإنسان وبرأه وسواه وهو أعلم بما يصلحه في كل حال. فهذا أعظم برهان وأجلى دليل على أن هذا الدين من عند الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من حالة من حالات النفس تعرض لها في أمر من أمورها، حتى الهواجس التي تهجس في الخاطر تلوح وهما ساريا لا يستطيع المرء له قبضا ولا عليه تحصلا، حتى النزغات التي تلم بالقلب تؤلمه وتمطه وتعدو عليه بأطار وأنياب من حديد محمي في نار جهنم وبئس المصير، حتى هذه الأمور لم يعفها الله رب العالمين من بيان قاطع يجليها للعبد متى ما لاحت بخاطره أو سنحت في وهمه، لأن الذي شرع للإنسان الشرع هو الذي خلقه أول مرة وهو أعلم بما يصلحه وهو أعلم بألوان الفساد التي يمكن أن تحل به قلبا وروحا وجسدا وجثمانا، فينفي عنه خواطر السوء ويقيم قلبه على اعتقاد الحق بفضل الحق، ولله رب العالمين الحمد والمنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، حتى يقول له من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستغفر الله. وجاء أصحاب رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون حالة من الحالات النفسية المنطة المؤلمة التي تقع فيها القواطر على صفحة القلب والعقل كوقع النبال بالسهام المسنونة المسمومة، ولكنهم لا يستطيعون أن يعبروا عما بداخلهم ولا أن يعربوا عما بخواطرهم، فأتوا بالأمر مجملا وعرضوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر يريدون بيانا مفصلا، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنا لنجد في أنفسنا أمورا لأن يفر المرء من السماء إلى الأرض أخف عليه وأيسر من أن يتكلم بها. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما دمتم لا تستطيعون الكلام بها فذلك محض الإيمان. وأبين لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من وجد ذلك في نفسه فليقل لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطبيقا لشرع الله الذي خلق الإنسان عامل الإنسان لا على أنه شيء، عامل الإنسان لا على أنه جسد لا روح فيه ولا إحساس ولا شعور ولا مشاعر، وإنما عامل الإنسان بكل ما فيه بضعفه
بقلة حيلته، بعناده، بعجزه، بنفاد طاقته، بيأسه وعدم صبره، بحزنه وألمه، بلصوقه بالأرض وتدنيه وعدم ارتفاعه وتسانيه، عمل الإنسان في كل تلك الحالات على تلك الأوضاع من أجل أن يكون الشرع مستقرا على الوضع الذي تنضبط به النسبة بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، لأن الذي شرع الشرع هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لما جاءت صفية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده في معتكفه، فكانت عنده، فلما أرادت أن تعود إلى بيتها ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها ليقلبها، يعني ليوصلها إلى بيتها، فمر ومعه صفية رضوان الله عليها برجلين من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه سواد امرأة يلوح من بعيد، تنحيا عن الطريق، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا فلان ويا فلان إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله. يتعجبان من المراجعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لا يتطرق الشك إلى خواطرهما أبدا، ولا يمكن للشيطان أن يرقى هذا المرتقى الصعب فيلقي في قلبيهما شيئا ولا شرا، ولكن الحياطة للنفس الإنسانية في ضعفها وإن ثبتت لها مقامات الصحبة لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقامات الحياطة قائمة على وجهها، لأن الدين هو ما جاء به محمد من عند الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي جاء بالأمر الأكبر الذي يراعي الروح والجسد على سواء ولا يغفل حالة من حالات الإنسان. قال سبحان الله يا رسول الله، قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حالة من حالات البشر لا يخلو منها بشر، في حالة من حالات الحزن التي تصيب المرأة فتكاد تعصر القلب عصرا، في هذه الحالة يشرع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي أن يكون، ويوضح المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر مدليا إياه في ظلمات غاشيات اليأس المحزن والحزن المنئس، حتى يخرج الإنسان ببصيص ضوء الأمل إلى باحة الرجاء في رحمات رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه رسول رب العالمين يراعي النفس الإنسانية في أحاسيسها، فلا يحملها على ما لا تقوى على حمله، بل يجعل لها متنفسا محكوما بالشرع، إذ حكم الشرع فيه لهذا المتنفس هو الذي يوصل إلى الغاية ويهدي إلى سواء الصراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات ابناه القاسم وعبد الله، وهما ولداه من خديجة رضوان الله عليها، مات في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد خديجة من النسوة ما تزوج، حتى اجتمع عنده في وقت واحد 9 نسوة، ومع ذلك ومنهن الولود التي كانت قبل أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجة وأما ولودا ودودا، ولكن
لما قضى الله رب العالمين بأن تكون بعد زوجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرزق، وهو الذي رزق قبل من خديجة ببنين وبنات، وهن اللواتي رزقن قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالولد ذكورا وإناثا. ولكن قضى الله رب العالمين لما تزوجنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يرزق منهن بولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أواخر السنة السابعة وأوائل السنة الثامنة من الهجرة أهدى المقوقس عظيم مصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مارية القبطية، فأسكنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عوالي المدينة، فكانت في بين هنالك، وكانت ملك يمين لم يقسم لها ما يقسم لزوجاته رضوان الله عليهم، وإنما يغشاها من غير قسم ولا حظ. فحملت من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أواخر السنة الثامنة من الهجرة، هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتسابقنا النسوة المرضعات كي ينلن شرف القبوة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برضاع ولده. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله في بيت أبي سيف القين الحداد، وكان صاحب كير يصنع من الحديد ما يصنع. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جعل ابنه إبراهيم مسترضعا عند أم سيف أو أم بردة، وهما كنيتان لمرضعة إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ أحيانا بعض أصحابه من أجل أن يزور ولده في العالية عالية المدينة. ويروي أنس رضوان الله عليه كما في الصحيحين قال: دخلنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا يعني زوج مرضعة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضئرا لإبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولده إبراهيم فشمه وقبله. فشمه، هذه حالة من حالات الوالد مع الولد لا يدركها إلا من كان والدا حقا. والوالد كما هو معلوم له حق ثابت، ولكن ثبوت حق الوالد على الولد شرعا وطبعا. ثم بعد ذلك يرتقي الأمر متصاعدا متساميا في ثبات حقوق يقرها الشرع بعد ذلك بإقرارات غير متناهيات. وهذا جرير بن عطية الخطفي الشاعر المعروف الذي كان كثير الهجاء عفى الله رب العالمين عنه، فقد كان مع تشديده وحسن غزله عفيفا لا يواقع الفاحشة ولا يقترب منها، ولكنه مع الفرزدق أخمل مئات الشعراء في عصرهما حتى لم يبقى في العصر مذكورا على نحو مبهر وصافع وقائم في دنيا الأدب إلا هما. فأما جرير عفى الله عنه فإنه كان يوما بمحضر بعض الناس فقال له: إنك تمدح ما تمدح وتهجو ما تهجو، وأنا أريد أن أعلم الآن حقيقة التفضيل بينك وبين بقية الشعراء، فأنا أريد أن أعرف أشعار الناس. فقال: أريد.
وأخذ بيده فذهب به إلى ظاهر البلدة فإذا خيمة مضروبة من شعر إلى أوتاد نصبت إليها الخيمة مشدودة بأمراس من كتان. ووقف جرير على باب الخيمة يدعو والرجل بجانبه الذي سأل عن أشعار الناس فوقف جرير يدعو أباه يا عطية اخرج إليه فخرج إليه أبوه وإذا رجل قد شعفت رأسه وانتفرت لحيته وعليه أسمال باليات وإذا بيده عنزة كان يمص من ضرعها اللبن مباشرة بفمه حتى إن قطرات من اللبن كانت ما زالت عالقة بشعرات لحيته المشعتة وتناثر بعض ذلك اللبن على أسماله الباليات. فقال جرير للرجل أشعر الناس من فاخر بهذا الأب 100 شاعر فأخملهم جميعا. للأب على ولده حق فطري غريزي شرعي وإن كان كافرا، ولكن الأب الملتزم بشرع الله رب العالمين ترتقي حقوقه صعبا. والأب الحق الذي يعتصر قلبه الألم على ولده ويحيا عظيم الأفق متسعه من أجل أن يحيط بآلام وأحزان ربما نزلت بساحة ولده ضيق الأفق غير متسعه، وإنما الوالد يحس أن بضعة منه كما قال الرسول، فهو الوالد بحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن علي رضوان الله عليه لما أراد أن ينكح ابنة أبي جهل جامعا إياها مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت واحد وتحت سقف واحد، صعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فقال إن عليا يريد أن يفعل كذا وكذا، وإن فاطمة بضعة وهي قطعة اللحم، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. فإن أراد علي أن ينكح ابنة أبي جهل فليطلق فاطمة رضوان الله عليه. أخذه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشمه وقبله. قال أنس ثم دخلنا عليه مرة أخرى وهو يجود بنفسه فوضعه في حجره ثم أخذ يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدموع تتحدر منطلقات منبثقات من عينيه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الزيارة عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه. فقال له يا رسول الله تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها رحمة. قال أنس ثم أتبعها بأخرى، هل أتبعها بأخرى يعني بجملة أخرى فأضاف شيئا على الذي مر ذكره، أو أنه أتبع العبرة الأولى بعبرة ثانية وذلك كذلك، وهما أمران يحتملهما النص بلا مجافات ولا مانع. قال ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم لما مات ولد لابنته زينب رضوان الله عليها أرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب.
فأرسلت عليه حالفة فعزمت عليه لا يأتينها، فدخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصبي يقعقع فتقعقع نفسه، فما يحدث عند الارتشاح البلوري في الرئتين في النهايات القصوى عندما تحشرج الروح في الجسد حتى تبلغ الحلقوم، وحينئذ لا يستطيع تنفسا ولا يجد إلى الهواء سبيلا، كأنه الشن البالي أي كالقربة البالية، فأخذه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذرفت عيناه الدموع، فقال سعد بن معاذ بن عبادة: وأنت يا رسول الله يعني قد نهيتنا عن البكاء وأنت تنهى؟ فقال: إنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان على شفير قبر ابنته أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنهما، لما كان على الشفير يقول الذي كان يصلح القبر ويعده، قال: فالتفت فإذا عيناه تدمعان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالقانون الذي يجعل للإنسان متنفسا ويجعل للحزن الممض القاتل المستتر في القلب يريد أن يدمرها مفجرا لها من الداخل، يجعل له إلى الخارج منفذا، ولكن بتعبير صحيح سوي، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، جاء بدين الحق الكامل الخاتم الذي جعل الله رب العالمين رسالته خاتمة الرسالات، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وبدأت الإنسانية كما بدأت أول مرة ولادة جديدة برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أعلن الولادة الثانية للإنسانية على النهج الصحيح في حجة الوداع في خطبة عرفات: إن الزمان قد استدار كما كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فهذه ولادة الزمان والمكان وولادة الإنسانية والكون من جديد برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتستقيم الفطرة على الذي ينبغي أن تقوم عليه من أمر ربها الذي يعلم ما يصلحها وما يفسدها، وعلى نهج نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي طبق لها أحكام ربها واقعا عمليا منظورا، يضبط الحزن كما يضبط الفرح، ويضبط انفعالات الإنسان، ولا يعنف على الجسد ولا يعنف على الروح، وإنما يجعل دائما متنفسا لانفعالات الإنسان وحالاته النفسية، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ركب يوما فرسا لأبي طلحة عريا من غير سرج ولا لجام، ثم جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل عنه، أخذه حال من حالات الفرح يعبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجفى على ركبتيه وقال صلى الله عليه وسلم مشيرا بيديه: لقد وجدناه بحرا، يعني الفرس، يعني ما كان من أمر فرس أبي طلحة بحالته التي وجدها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحيوان، فجفى على ركبتيه مشيرا بيديه: لقد وجدناه بحرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دين الله رب العالمين يضبط حالات النفس الباطنة كما يضبط حالات الجسد الظاهرة،
سواء بسواء بتوازن مبهر ومدهش وعجيب. ولكن عندما يعيد الإنسان الأمر إلى خالقه وبارئه يعلم أنه لا عجب هنالك ولا دهش، وإنما الأمر يعود للذي خلق الإنسان وهو أعلم بما ينفعه وما يضره، فجعل له القانون الذي لا يحسن بحال بعاقل فضلا عن أن يكون مسلما حاذقا ومؤمنا تقيا، لا يحسن بحال به أبدا أن يحيد عنه قيد أنملة ولا أقل منها. فاللهم ثبتنا على دينك الحق حتى نلقى أمرك الصدق، وحتى نجتمع بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. تقليل الشريف. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم كما بينه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبط حالات النفس على جميع تقلباتها واختلاف مواردها ومصادرها، ولكن بضابط من الشرع محكم ومتين. إن الله لا يؤاخذ بحزن القلب لأنه أمر لا يملكه الإنسان ولا يقوى على دفعه، فهو حالة من حالات القبض متعلقة باسم ربنا القابض، وأيضا ما يتعلق بحالات النفس في سرورها وانبساطها فهي حالة من حالات النفس متعلقة باسم ربنا الباسط. فالله رب العالمين يقبض ويبسط، والله رب العالمين يجعل في الناس متعلقات أسمائه وصفاته ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولله الحمد والمنة. فحالات من حالات القبض وحالات من حالات البسط، والنفس تتراوح بين هذا وذاك منضبطة على قانون ربها جل وعلا وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع العين لأنه أمر إذا ما تفجر لا يدفع ولا يستطيع الإنسان أن يملكه، وأما الذي جعل الله رب العالمين الإنسان متملكا له متحكما فيه فهو اللسان، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى لسانه. وإن من حالات الثبات العظيمة حالة لا تعود إلى رجل وإنما تعود إلى امرأة، من أجل أن يكون الأمر جليا ومن أجل أن يكون الشأن واضحا، ففي الصحيحين أن أبا طلحة مرض له ولد وتركه أبو طلحة في البيت عند أم سليم أم الولد وزوج أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضوان الله عليهم جميعا، وأما مالك أبو أنس وزوج أم سليم فإنه لما أن جاء الإسلام لم يقوى على احتمال تكاليفه لحالة من حالات نفسه لم تستقم على منهج الرب جل وعلا، فإنه كان معاطرا للخمر، فلما حرمت لم يقوى على ذلك فأصعد إلى الشمال إلى الشام حتى هلك هنالك. وجاء أبو طلحة خاطبا أم سليم يعرض عليها وكان كافرا حينئذ الصفراء والبيضاء الذهب والفضة، فقالت ما مثلك يرد وما لي بالصفراء بالي بالحمراء ولا البيضاء من حاجة، ولكن أنت امرؤ كافر نجس، فإن أسلمت فهو مهري، فأسلم فكان مهرها إسلامه، فلم يعلم أن امرأة في الإسلام كانت أعظم مهرا منها رضوان الله عليه. ثم لما تطاولت المدة وأنجبت لأبي طلحة ولدا مرض بعد،
تركه أبو طلحة وخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض شأنه، فقبض الولد في غيابه، فقالت أم سليم لمن في البيت: لا يعلمن أحد أبا طلحة بموت ولده قبلي، وإنما أكون أنا أول من يعلمه بوفاة ولده. وسجت الولد هنالك في زاوية الحجرة وجعلت عليه بردة، فلما دخل أبو طلحة سأل عن الولد أول ما سأل: كيف حاله؟ فقالت: هو أسكن ما يكون، تعني سكون الموت، وهو يفهم سكون العافية فليفهم ما شاء. قال: ثم قربت إليه طعاما أعدته، فأكل وشرب حتى امتلأ، وتصنعت له كالعروس في ليلة جلوتها بحلي وطيب، فما هو إلا أما وجد مس الطيب ريحا وشدا حتى وقع عليها، فلما رأته قد أكل وشبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، والولد ولدها، وهي امرأة وهي أم، وهذا يؤثر فيها أقوى مما يؤثر في زوجها وفي أبي ولدها، وهذا أمر معلوم مما تجد المرأة من شدة العواطف في قلبها ومن شدة الكمد والحزن على فقد ولدها، ومع ذلك تجد هذا الثبات ولا كمثله ثبات الجبال، ولا كمثله ثبات الجبال الراسيات، لأنها تتحرك على حقيقة قائمة بالنفس. إن لله، واللام ها هنا للملك، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، نظير ما قال الله رب العالمين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، واللام ها هنا للملك، وإنا إليه راجعون. وما دام الله رب العالمين هو المالك، فمن حكم في ماله فما ظلم، وما دام الله رب العالمين هو صاحب هذه الصنعة وهو الذي يملكها فليفعل بها ما يشاء. وكيف يحاسب مالك حكيم عليم؟ لأن المالك إذا كان غير حكيم فإنه يحجر عليه في تصرفه، وإن كان متصرفا في ملكه وما ملكت يمينه. وأما إذا كان المالك حكيما لا حكمة تماثل حكمته، عليما لا علم يماثل علمه، ثم يتصرف في ملكه كما يشاء، فكيف يراجع؟ هي تسير في الحياة على هذا القانون، وتضم إليه ضميمة ينبغي أن يضمها كل مسلم ومسلمة إلى هذا القانون الذي سلف، وهو أن الموت ليس هو نهاية الرحلة، ليس الموت نهاية الرحلة، وإنما الموت مرحلة من مراحل الطريق. ما الموت إلا امتداد للحياة في عمق الحياة، ولكنه على لون مختلف ونحو من الأنحاء لا يفهمه الإنسان الحي في الدنيا على قانون دنياه، لأن الانتقال بالامتداد للحياة في عمق الحياة إنما تعدى طور الحياة إلى طور جديد لا يفهمه الإنسان الحي في دنياه. وإذا كان الإنسان الحي المميز المدرك في دنيا لا يفهم طورا من حياته مر به هو وعاصره وعالجه وعاناه في المرحلة الجنينية إذ كان جنينا في بطن أمه، فما من إنسان إلا وهو كان قبل جنينا في بطن أمه ومرت به المرحلة الجنينية بقانونها، وهو مغير تماما لقانون الحياة الدنيا بالغذاء وبالتنفس وبالإخراج وبالحركة وبالحياة وبالإدراك وبالتعامل وبكل شيء، حياة مختلفة تماما حياة الجنين في بطن أمه. وكل من البشر قد مر بذلك الأمر، خلا ما كان من شأن آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى غير ذلك من الشذوذات التي جعلها الله رب العالمين في دنيا الناس. وأما البشر فقد مروا بالحياة الجنينية ثم اختلت القانون في الحياة الدنيا، ولا تتصور الآن أن ترجع إلى ذلك القانون الجنيني عندما كنت جنينا في بطن أمك وعليها تقس
قس ما مررت به على ما سوف تمر به مما هو غيب محجوب اليوم عنك، ثم يصير بعد إن كان المدى قريبا أم كان بعيدا، يصير بعد ذلك خارجا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فتعاني السكرات ثم تقضي نحبك، ثم تقدم إلى قبرك لتدخل الحياة البرزخية بقانونها، معاصرا لها، معايشا لقانونها. فكذلك تعي هذه المرأة الصالحة رضوان الله عليها ذلك القانون بضميمته، وتعلم أن الموت ليس نهاية الرحلة، وأن الموت ليس عدما مطلقا، وإنما الموت امتداد للحياة في عمق الحياة، بل هو بدء للحياة الحقيقية على قانون الآخرة بعد التخلي عن الوهم الزائل والخيال الطائر وهذا الخداع الحائر. وما في الدنيا مما فيها من سفالات أخلاق البشر فيها، ثم يأتي الخروج إلى قانون آخر بحياة البرزخ، تعلم ذلك وتعيه، فتصنعت وتزينت كالعروس تتزين لزوجها في ليلة عرسها، ثم قدمت ما قدمت قبل وأقبلت عليه بعد أن أصاب منها، بعدما أصاب شبعا وريا وأصاب منها ما أصاب، فقالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوها منهم ألهم أن يجحدوها؟ قال اللهم لا، العارية مستردة، إذا ما استعار الإنسان من إنسان شيئا فيجب عليه إذا ما طلب المعير من المستعار ما أعاره إياه أن يرده إليه، وألا يجحده ولا يحجبه عنه وإلا كان ظالما، حتى لو كان مجرد التنازع فيه والوقوف عند محض التنازع من غير جحد حقيقي. قالت ما دمت قد أقررت بعدما أصبت ما أصبت، فاعلم أن الله رب العالمين قد استرد وديعته عندك فقبلته. قال تركتيني حتى إذا ما طلبت، يعني أجنبت، أعلمتيني بولدي فهلا قبل ذلك؟ ثم اغتسل فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلمه، فقال بارك الله لكما في ليلتكما، فعلقت منه في ليلتها تلك فحملت ولدا. ثم سافر أبو طلحة وأم سليم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجاءها المخاض إلى ظاهر المدينة، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطرق المدينة طروقا، وهذا مراعاة لحالات الإنسان في حالاته، لأن المرأة متى ما غاب عنها زوجها ولم تدري متى يؤوب أهملت زينتها وكانت متبدلة في لبسها، يتشعث منها شعرها ولا تهتم بزينتها الظاهرة، فإذا طرقها من غير إعلام سابق وبيان مسبق لربما وقعت عيناه منها على ما لا يستملحه، بل ربما وقعت عيناه على ما يستقدره. من أجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء من السفر عسكر بظاهر المدينة، وتعالم أهل المدينة بينهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه قد آبوا ورجعوا من السفر، فتنتشط الشعثة وتستحد المغيبة وتتهيأ الزوجة لزوجها، فلا تقع عيناه منها إلا على أكمل صورة وأجمل حال. ثم جاء أبو طلحة ومعه أم سليم فيما قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيه حملا في بطنها، فأجاءها المخاض إلى ظاهر المدينة فقالت يا أبا طلحة إني لا أجد وجع المخاض. فكره أبو طلحة أن لا يدخل مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخوله، فقال اللهم إني قد احتبست بما أنت به عليم، وإنك لتعلم أني أحب أن أدخل مع نبيك كما تعلم أني أحب أن أخرج معه، اجعل لي من هذا الأمر فرجا ومخرجا. وإذا بأم سليم تقول يا أبا طلحة لم أجد الآن شيئا من مس الوجع الذي كنت أجده، وإذا الطلق قد زال وإذا الجنين قد استقر، فدخل المدينة في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت المدينة
جاءها المصاب بألمه ووجعه حتى وضعت ولدا، فقالت لا يدخلن جوفه شيء قبل ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطت أنسا تمراة فحمل أخاه لأمه على يديه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهنأ جملا من جمال الصدقة بالقطران حتى لا يصيبه الجرب، فاستمهله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ، ثم أتى إليه فجعل الولد على يديه وأخذ تمرة فلاكها بفمه صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجها فأخذ يحنك بها الولد وسماه عبد الله، وأخذ الغلام يتلمض، فكان أول ما فتق معدته ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمرة، حتى وهم هكذا في أول عهدهم بالحياة رضوان الله عليهم، يقول رجل من الأنصار فلقد رأيت تسعة ولد، لقد رأيت تسعة ولد لعبد الله هذا في تلك الليلة المباركة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأيت له تسعة ولد كلهم قد حمل القرآن العظيم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة صبر أم سليم على قدر الله رب العالمين. إذ المرء لو كان حاذقا لعلم أنه لا يستطيع أن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، ولن يستطيع أن يخرج من تحت السماء، فإلى أين المذهب وأين أين المستقر؟ ولكن لا يكون التسليم هكذا اضطرارا، وإنما التسليم يأتي اختيارا. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر على امرأة عند قبر تبكي، فيقول يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني، وهو اسم فعل أمر فيه معنى البعد ومعنى الطرد، إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فمضى راشدا ولم يعقب صلى الله عليه وسلم، فجاء صحابي فقال ويحك تعلمين من تخاطبين منذ اليوم؟ قالت لا. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت تشتد في أثره لأنها لم تعرفه، وإنما كانت تسمع عنه، وكانت تسمع عن إجلال أصحابه إياه رضوان الله عليه، فحسبته قياسا ملكا من الملوك، فظنت أنها لو جاءت بيته لوجدت قصرا منيفا شامخا مشيدا معظما مكرما، ووجدت على بابه حجابا وبوابين، فجاءت إلى بيته فلم تجد على بابه بوابين ولا حجابا، فاستأذنت فدخلت تعتذر، قالت لم أعرفك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما يجري على الإنسان في الحياة من الأعراض، من الإحياء والإماتة، ومن الغنى والفقر والصحة والمرض، ليس مقصودا لذاته. فالله رب العالمين لا يفطر إنسانا من أجل إفقاره، ولا يغني إنسانا من أجل إغنائه، ولا يصح بدن إنسان من أجل تصحيح بدنه، ولا يمرض إنسانا من أجل ذلك، وإنما كل ذلك من الأعراض يجري على خلق الله في كون الله من أجل أن يرى الله رب العالمين ردة فعل العبد على قدر الله فيه، من أجل أن يرى الله رب العالمين رد فعلك على قدره فيك. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إن هذا الدين المتين عباد الله يراعي أحوال الإنسان النفسية كما يراعي أحواله الجسدية، فتعلموه وافهموه والتزموه وقوموا على صراطه المستقيم، وأقيموا أنفسكم بقسطاسه القويم، وتأملوا فيه، وأجلوا أنظاركم بالتأمل في مطاويه، تأملوا فرائض الحكمة فيه عباد الله. الحزن مشروع مقنن، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، لا يتسع الأمر اتساعا لا حد له، ولا يكون الأمر عندئذ
ذاهبا بأصل الحياة في حركة الحياة في كون الله رب العالمين، وإنما هو حزن منتج، حزن ممد عاصر للقلب مغتصر لأطواء النفس، لا غضاضة ولا تثريب، ولكن من أجل أن يحزن الإنسان على مصيره هو، ومن أجل أن يقيس الإنسان شاهدا على غائب، ومن أجل أن يجعل الإنسان لنفسه في الحياة قانونا يتأمل الفطرة التي يصير إليها. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. فالمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا تأخذ بالحداد وهو ترك الزينة طيبا وثيابا مؤصفرة وكحلا وحليا وغير ذلك مما تتزين به المرأة لبعل أو لغير بعل مما يتواضع النسوة على مثله عرفا وطبعا. كل ذلك لا يحل إذا ما كان حلالا لامرأة أن تأخذ به أو أن تدعه 3 أيام إلا إذا كانت زوجة مات عنها زوجها، فلا يحل لها أن تمس طيبا ولا أن تكتحل ولا أن تتزين ولا أن تنتشط إلا إذا ما اغتسلت، ولا أن تخرج من بيتها وإنما تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها 4 أشهر و10، لا تخرج إلا لحاجة ملحة من تداوٍ أو طلب عيش برزق أو ما أشبه على قانون الضرورة، وأما ما دون ذلك فلا يحل لها أن تخرج إليه حتى تنقضي عدتها إلا إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا، فعدتها أن تضع حملها كما هو معلوم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لنا هذا القانون قائما: فلتحزن النفس كما أراد الله رب العالمين. المرأة لا تحد على ميت وإن كان أباها وإن كان أخاها وإن كان عمها وإن كان خالها وإن كان من كان إلا على زوج فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك لما جاء نعي أبي سفيان إلى أم حبيبة رضوان الله عليها وعلى أبيها زوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء نعي أبيها فدعت بطيب تمست منه، ثم قالت رضوان الله عليها: والله ما لي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد بالرفع أو أن تحد بالنصب رواية على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ومثل ذلك وقع لزينب بنت جحش عندما مات أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت الحديث ذاكرة إياه رضوان الله عليهم جميعا: عباد الله، إن دين الإسلام العظيم يضبط حالات النفس في جميع حالاتها، وهذا دلالة وبرهان قاطع ساطع ناصع على أن هذا الدين من عند الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرء يتأمل: صحيح، هذه بالنسبة لي أول جمعة بغير أب، ولكنها ليست جمعة بغير رب. الرب باطل لا يحول ولا يزول، والأب يفنى ويزول ويحول، فاللهم أنت الباقي لا باقي إلا أنت، فارحم الفاني الذي صار إلى الفناء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لأبي وارحمه ولجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم املأ قبورهم نورا، املأ قبورهم نورا، املأ قبورهم نورا.
اللهم جات الأرض عن جنوبهم، جات الأرض عن جنوبهم، اللهم اجعل الجنة مستقرهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنك أنت الكريم الوهاب. اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا واشرح صدورنا وأصلح بالنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أجرنا من النار، 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 أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم نجي المسلمين أجمعين، واستر عوراتهم يا كريم، وآمن روعاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وصن ديارنا وجميع ديار المسلمين، واحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.